الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة. صار في هذه المدينة ما نصور إنسان بلي إحساس. عندنا شهرين مجدار في البلاد دي مليش مات. وذلك علاش مالوريزمون في وقفة في الجورنين تاع بتسيدونتين اللي كانت الجمعية الطبية القيروان. وذلك علاش نحب نشكر بصفة خاصة رئيس هذه الجمعية وكل من معه في إحاطتهم ومتابعتهم في هذه الأيام اللي هي من يومها الأول ما نتفكر وقتها أسبوع نشكروا سبوعين جاء وقت جاء براب اللي حنا نعمل جورنيه سوف فيك واحد قطر شوف مع الجمعية الطبية واخذت الجمعية الطبية على عاتقها وقت الجورنيه ولا يومين هذا ما زالت تناظر من أجل البقاء في هذه الأيام الطبية لطب الأسنان. كما تعرفوا اللي أطباء الأسنان كانوا من أهم الناس اللي مسكهم كوفيد لقربهم عند المعالجة من المريض ولبروتوكول كانوا سيفير في المعاملات مع أطباء الأسنان وكانت عندها تأثيرات جانبية كبيرة خصوصا على القطاع الخاص خاطر على أصحابنا في القطاع الخاص برشا منهم تمسوا وبرشا منهم بدأ حتى سيربلون ماتريال وسيربلون سونتي مع الناس مرضت بالكدا بالكوفيد والناس حتى سيربلون ماتريال تأثرت بالكدا تم دي كابينين ما يشوش بالكدا الحمد لله لقاو معارضة من الزملاء نتاعهم ومن الأطر المهيكل اللي مهيكلتهم والحمد لله إن شاء الله لا يعاود جائحة تاع كورونا. اليوم القروان تحتفل بصحة الفم والأسنان تنظم الإدارة الجهوية للصحة بالقروان بمعية جمعية الأطباء بالقيروان يوم اليوم السابع لطب الأسنان والفم وذلك معنا تزامنا مع اليوم العالمي للكبار السن واللي يولي اهتمام كبير لصحة الفم والأسنان وصحة الفم والأسنان هي بطبيعتها عندها أثر إيجابي على صحة الإنسان. مشاركات إيجابية وطيبة لعدد محترم للحضور وجاونا من كل الولايات ونشكر كل الأساتذة كلية الطب بالمستير اللي جاوا بعدد طيب وقاعدين وساهموا في هذا الاحتفال. سمام ساعات قليلة قبل زاد الموت نبوي الشريف استنيف في عدد كبير اليوم الإدارة الجهوية قاعدة مستعدة لأي تدخل استعجال اليوم القروان اليوم الأيامات القادمة تحتفل بالمولد النبوي الشريف بالنسبة للإدارة الجهوية عملنا استعدادات الكل حضرنا خيم مش تكون موجودة في باب الجلادين مش تكون في موجودة في ولاد فرحان مش تكون موجودة بحدا مش اسم المعرض وحدنا حضرنا سيارات إسعاف باش يكونوا موجودين مؤطرين بالإطار الطبي والإطار الشبه الطبي باش يكونوا متواجدين على طيلة ثلاثة أيام. الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة.